حسن مصطفى يوميها ما كانش في اسكندريه، يوم 20 كان في القاهره ورجع متاخر، رجع بعد يعني بعد الاحداث تقريبا، ما كانت القبضه كانت خلصت. واحنا كنا عارفين اشخاص بعينهم، احنا ما كناش طبعا عارفين نحصر اسامي، بس في ناس احنا نعرفهم يعني، فاختفوا. قررنا ان احنا عايزين نعرف هما فين. سمعنا انه في محاولات لحرق المحكمه، كان اغلب يمكن كل المتظاهرين ما كانوش خالص عند المحكمه، ودي كانت حاجه غريبه، واحنا كنا مقتنعين ان دي حاجه هما عاملينها علشان يقبضوا على عدد اكبر من الناس اللي هما اغلب الوقت ما لهمش دعوه بحاجه. تاني يوم الصبح قررنا ان احنا عادي هنصحى الصبح نروح النيابه، احنا اتعودنا بقى خلاص على الموضوع ده، هنروح النيابه ونشوف ايه اللي بيحصل مع المحامين. فوجئنا بانه في حد من المحامين بيقول لنا انه تم التحقيق مع المجموعه المفروض ان هي اتقبضت عليها من عند المحكمه اللي فيهم عمر هشام ال 14 سنه الفجر من غير وجود محامين، ودي حاجه مش قانونيه. فاحنا قررنا انه محامين وكان معاهم حسن مصطفى ومجموعات من الناس، ان احنا عايزين نطلع ونتوجه لنيابه المنشيه اللي هي مسؤوله عن التحقيق ونسال هما فين، ده يعني انه دي حاجه مش قانونيه. واحنا بدانا نسال احنا فين الناس، وفي اطفال، وانه في، وبدانا نتهم يعني نبقى صراحه، بدانا نتهم النيابه انه في تواطؤ بشكل او باخر، ان هي ترضى انها تحقق مع ناس بدون وجود محامي فيهم اطفال. طلعنا الكوريدور، كان استاذ عماد نبوي اللي هو المفروض المحامي اللي كان جاي، فجاه كان لسه واصل، لقيناه بيقول لنا انا سمعتهم بيقولوا ان هم هيعلقوا حسن. فاحنا يعني ما بقيناش فاهمين ايه الجمله دي، فقعدنا نضحك يعني ساعتها، يعني هيعلقوه ازاي يعني مش عارف ايه وبتاع. مفيش دقيقتين لقينا قوات امن مركزي جباره في كوريدور يعني قد كده، يعني ما ينفعش في شخصين يقفوا جنب بعض تقريبا يعني. قوات امن مركزي جايه وبتاخد حسن، ضرب عدد مننا واخدوا حسن. عرفنا ساعتها انه حسن اتاخد في مدرعه من المحكمه لمكان احنا ما نعرفش هو فين، وبدانا رحله البحث بقى عن حسن. احنا مش عارفين حسن فين، هو مختطف ولا مش مختطف. وبعدين عرفنا انه حسن معمول فيه بلاغ من احمد درويش انه اعتدى عليه بالضرب. انا عرفت موضوع حسن في النيابه، كنت بسأل وكيل النيابة فقال لي ان هو بيسألني على حسن ومهنور وشخص تالت اسمه محمد حسن، فقلت له على يعني هم دول صحابي بس العلاقة مش قوية قوي بس اعرفهم يعني، فقال لي هم دول اللي مطلوبين في القضية ان هم المحردين ليكو. واللي انا عرفت ان حسن مصطفى ساعتها ما كانش في اسكندرية اصلا يعني. برضو كان في يوم كان حد مننا تعبان واحنا جوه السجن، كانوا المدير السجن كنا بننادي عشان حد يجي ينقذ، جاله انهيار عصبي وائل وكده، وكان يجيب حاجات من بقه ويعيط والكلام ده، فاحنا قعدنا ننادي على حد يجي يلحقه عشان هو محتاج علاج تقريبا، مكانش قادر اصلا ولا صوت ولا نفس ولا اي حاجه، احنا قلنا وائل ان هو بيموت يعني. فعشان عملنا ان احنا نادينا عليهم عشان يجوا يجيبوا له علاج. تاني يوم الصبح قالوا لنا هي هنقدركم، فجالنا مدير السجن اسمه محمد علي قال لهم طلعوهم بره ولاد كذا وكذا والكلام ده، طلعونا بره وقفونا على الاسفل رشوا ميه تلج، طلعنا لقينا الميه متلجه في المكان اللي احنا واقفين فيه في الاسفلت اللي هو فيه الحاجات المدببه دي، وجابوا لنا حوالي 4 كتائب امن مركزي، هم مش ما ضربوناش بس برضه كان نوع من نوع الارهاب النفسي، هما ماسكين الهروات وعمالين يشتموا فينا، وهو كمان في اقل من ربع ساعه شتائم كتيره جدا، وقال لهم امنعوا عنهم الميه والهواء والاكل وكل حاجه عشان يتعلموا الادب ولاد الكلب دول، وبخلي الثوره تنفعهم ده لو طلعوا من هنا اساسا. كان كل الموضوع كله كان عباره ارهاب نفسي يعني. روح دخلنا الزنزانة، طبعا هم لازم ينفذوا التعليمات بتاعته، فهم جايين يعملوا اللي هو قال عليه. فحسن مصطفى عارف ان احنا كده فبيتكلم معاهم، راحوا قعدوا يشتموا فيه، طلعوه فتحوا الباب ضربوه برضو. فعرفنا بعد كده ان هو كمان لبسوه بدلة اعدام برضو كنوع من انواع الارهاب النفسي، حطوه حبس انفرادي، منعوا عنه الاكل والكلام ده كل ده عشان هو كان انتوا بتعملوا معاهم كده ليه. I'm gonna go with